أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا آخر حلقة كان معنا السيد وفاء سلطان، يعني أنا كنت سعيد جدا بالحلقة. هالحلقة هي راح نحاول يعني مثل ما بقولوا نتواصل مع الأخوة المؤمنين والملحدين في أي طروحات كانت، في أي أسئلة كانت. يعني أنا بصراحة الثلاث أسابيع الماضية شوي كنت مضطرب جدا بسبب تسكير القنوات، ولكن يعني مشان هيك ما كان في يوميا بث وما كان في حلقات مكثفة، فأعتذر شديد الاعتذار لأصدقائي. على كل حال يعني نحن راح نبدأ من الأسبوع القادم مثل ما بقولوا في تواصل مع الأصدقاء. أتمنى من الأصدقاء يعني يعذروني على الفترة الماضية، ما كان في حلقات مكثفة، وأتمنى اليوم نسوي دردشة مباشرة مع بعض حتى نحمي للحلقات المكثفة في الأسبوع القادم ونبدأ بالحلقات. على كل حال أنا أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين على الشات، السيد أحمد وأخونا الملحد العراقي كان أظن كان معنا بس أين اختفى لا أعلم. طبعا لاف فول بوي أهلا وسهلا، ماما وورد أهلا وسهلا، ماما روز أهلا وسهلا، ميمو وورد ماما روز أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. مثل ما قلت أصدقائي، يعني أنا حابب اليوم يكون دردشة بيني وبينكم، واللي يعني اللي حابب يطرح أي أسئلة ما في أي مشكلة، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. طبعا حنان أمير عزال، مساء الخير، ومساء الخير سدت إسلام، سدت إسلام أصلا كيفك جان؟ أنا بفخر فيك لأنك ابن بلدي حلب، عراسي عراسي حارتك وعراسي حلب وعراسي كل الحلبية. أحمد ملحد أهلا بيك، أميرة أهلا وسهلا فيك، جاست ثينك أهلا وسهلا فيك حبيبنا جاست ثينك، أليكس أهلا وسهلا، احترامي لكم واحترامي لكل الشباب. فأصدقائي جان دو نوت وري، everything will be all fine, of course gonna be fine anyway. على كل حال أشكرك ماما روز، يعني مثل ما قلت هي أزمة وتعدي وعدت وخلص، يعني ما في أي مشكلة. ونحن صح توقفت شوي هالأسبوعين ثلاثة، شوي كانت الحلقات ما هي مكثفة، ولكن أكيد راح تبدأ الحلقات المكثفة وهي استراحة محارب ليس إلا. أهلا وسهلا فيك مستر بلاك، وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء. طيب أحمد صالح، أهلا وسهلا أحمد صالح، عفوا يعني أنا شفت بالنص ملحد مكتوب، أحمد ملحد يعني. على كل حال يعني الصالح هو لازم يكون ملحد. وأقرأ كل الموجودين الأسئلة الموجودة ونتبادل الأفكار مثل ما بقولوا ونحكي وندردش ونشوف البرنامج للأسبوع القادم والبعد القادم وكيف بدنا نبدأ. على كل حال يعني مثل ما بتعرفوا أصدقائي القنوات هذه تسكرت، وبفضل إخوتنا المؤمنين الحلوين، فبنتمنى يعني يحاولوا يتقربوا لنا مثل ما بقولوا يعني بالعقل شوي. يعني هالمسألة في تكميم الأفواه وهالمسألة هي شغل أولاد صغار، يا ريت يبطلوها، والرجل عنده فكرة عنده حجة يجي يطرحها ونتناقشها بالعقل. طيب في صديق عم بيقول أظن
طيب انا اللي يمكن يظهر الشات عندي شوي. لا لا فول عم بيقول يا ريت تستضيف لو امكن حامد عبد الصمد وتعمل تبادل اراء. يا ريت، انا بتمنى اخونا حامد عبد الصمد يكون معنا بشي حلقه من حلقات برنامج الجهر، واكيد يعني انا وجهت له الدعوه ومستني، ما بعرف اذا بيقبل لا يقبل هذا شانه. طبعا عم بيقول في نابل 1971 نريد حلقه مع وفاء سلطان لان عندنا اسئله ولا نريد ان تمر التساؤلات دون جواب كي نستفيد من كلامها ولا يكون الامر غامض، فالتساؤلات اكثر من الاجوبه. حقك يا حقك نبل نبل اظن نبل حقك، واكيد يعني راح نستضيفه اكثر من مره في الاسابيع او في المستقبل. على كل حال يعني ما بنقدر نحدد اي وقت ممكن، يعني امبارح الساعة كانت معنا اخر حلقة، ف ما اظن يعني. عم بيقول forgive them John they do not know better. على كل حال ما مروا صحيح صحيح، جتني بصراحة ردود يعني غير لائقة يعني ما بعرف، انا يا اما انا متوقع انه الملحدين شيء، يا اما السيدة وفاء سلطان كانت على حق لما قالت أغلب الملحدين يعتقدون أن الإلحاد عقيدة، والناس هي مفكرة أنه المفروض كل الناس تفكر مثلها. يا معي يا ضدي، يعني الإنسان اللي عنده أي تفكير غير تفكيرنا لازم يكون ضدي، وهذا يعني هذا شيء معيب صراحة أنه نفكر التفكير هذا. نحن ما طلعنا من القمقم يعني المسلم بيقول لك كل الناس لازم تؤمن ان محمد رسول الله، والملحد لا بيقول لك لازم كل الناس تؤمن بالطريقه العلميه بالمخبر وما بعرف شو هالحكي هذا. نحن ما في مشكله نقول اوكي الطريقه الصحيحه هي، ولكن هل نلزم الناس؟ يعني هلا بالنسبه لي انا المسيحي، المسيحي هو مسيحي يبقى مسيحي، انا ما بيهمني بصراحه. البوزي يبقى بوزي ما بيهم، يتعبد بوزة مثل ما بده، المهم ما يكتم لي صوتي وقت أنا أحكي وأدعو للإلحاد وأقول للناس فكروا بالطريقة الملحدة أو الطريقة العلمية خلينا نقول الإلحادية، هذا اللي بيهمني. سيدة وفاء سلطان تؤمن أي شيء تؤمن فيه، شو علاقتي أنا يعني؟ شو المطلوب مني اغير لها برايها يعني؟ وليش اغير لها رايها ما دام هي لا تاذيني، لا تدعو لقتلي، لا تقول لي اخرس لا تتكلم؟ شو بيهمني ماذا تؤمن؟ لا نحن لما صراحه يعني في كثير من الاصدقاء انه كانوا متوقعين شيء اخر من السيدة وفاء، أنه تعلم لهم الإلحادة وتقول خلص التوبة يا ناس أنا ملحدة. يعني هل أوهام هي اللي حطوها غلفوها وحط براسهم ووضعوها على الطاولة؟ يعني شو بتعني غير أنه لسه ما تحررنا من فكرة الرأي الواحد لما استضفنا وفاء سلطان أنا كان همي الوحيد أعرف كيف بتفكر وفاء سلطان، هي نتعرف عليها أكثر، مو لحتى نحولها أو نغير رأيها أو نأثر فيها، هي مو شغلتنا. نحن شغلتنا نوضح الحقيقة هي. يعني أنا هلا أوكي أنا أمنيتي أأثر بكل المسلمين صدقا، لأنه في هالدين هذا مأثر على حياتنا، هالدين هذا يقتلنا دمر بلادنا، ولكن فكر وفاء سلطان ما شو أثر فينا؟ يعني تؤمن بالكونيات وغير الكونيات شو أثر فيني أنا؟ هل هناك مثلا شخص من أتباع وفاء سلطان شال المسدس علي وقال لي أما تؤمن بأفكار وفاء سلطان أو أقتلك؟ أكيد لا. هل هناك شخص هكر لي قناتي؟
الآن عم بيقول أخ جان، حاول جهد الإمكان أن لا تدخر خلال تقديم حينها البناء لدي جذب أكثر من كل تحياتي. بصراحة أنا أشكرك آلان علي، آلان علي أشكرك، وأكيد يعني هو يعني منظر التدخين بالبرامج ما حلو بصراحة يعني، بس مرات يعني بما أنه برنامج يوتيوبي ما هو سي إن إن فبنسمع لحالنا ندخن يعني، وأوعدك بس أطلع على سي إن إن لن أدخن، وسأحاول قدر الإمكان بهالبرنامج أن لا أدخن، وعد يعني، ولكن حسب الظروف يعني. مرات تلاقي شطت ساعة وواحد محروق على سيجارة بده يدخن يعني بعدين. نبل عم بيقول لا بالعكس، أمثال وفاء سلطان يجب الاستفادة منهم، فالكون مليء بالأسرار والألغاز ولا يمكن أن نعتبر أننا اكتشفنا كل شيء. بكل تأكيد يعني، بكل تأكيد، ما هي مسألة استفادة أو غير استفادة، المسألة مسألة احترام رأي، احترام الشخص. اليوم الشخص عم بيطرح أفكار ومعتقد بأفكار، طالما هالأفكار لا تأذيني، لا تدعو لي تكميم فوهي او تكميم الافواه او اسكاتي، شو المضر فيها ما دام الافكار لا تضر؟ شو اللي فيها؟ طيب خلينا بس هيك نروح نشوف اذا في اصدقائي، اذا في عندكم اي اسئله يا ريت تكتبوا لي اياها، واخوي مستر بلاك راح يبعث لي اياها على سكايب، واذا فيكم انتم كمان تبعتوا الأسئلة على سكايب، وإذا فيكم كمان تحكوا على سكايب مداخلات اللي حابب يتدخل، طبعا سكايب موجود تحت الفيديو جان.برتو. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء، وأظن الأخت نبيلة كانت حابة تكون معنا بس ما بعرف إذا كانت متواجدة معنا أو لا. على كل حال أخت نبيلة، إذا شفتي بالحلقة بالتسجيل أو إذا كنت موجودة اتصلي فينا حالا يعني، ما في أي مشكلة. أنا بدي أروح أشوف التعليقات اللي إجت، يعني في تعليقات الأخ مراد كامل عم بيقول أنا أحب وفاء سلطان كشخصية جريئة قادرة على محاربة المتطرفين المسلمين، أما عقيدتها فهي لا تقل سخافة عن أي متدين آخر، مع احترامي للدكتورة وعجابي بها لأن جان كان عليه أن يهاجمها. شوفوا اللغة يعني، اللغة العالمية. أخونا مراد حبيبنا كان عليه أن يهاجمها فكريا بكل قوة كما طلبت منه، فالدكتورة وفاء سلطان وضعت المؤمنين والملحدين في خندق واحد وطلعت هي العقلانية الوحيدة مع أنها مؤمنة، وقللت من شأن العلم وكأن العلم لا شيء أمام وحيها الإلهي الذي لا نعرف عنه شيء، وأدعت أن هناك رسالة واعية من الكون لها بناء على أحداث يومية تحدث معها. هل هذه الأحداث أصدق من العلم يا سيدتي؟ حزين لما سمعت منك بصراحة. أخونا مراد وكثيرين من الأخوة هم كانوا متخيلين شيء آخر يعني، حاطين بدماغهم مسبقاً قبل ما يتابعوا الحلقة أنه الأخت وفاء راح تعلن إلحادها وخلاص تعلن توبتها يعني للملحدين يعني. بصراحة يعني ما بعرف شو فرقنا نحن عن المؤمنين اللي مثل ما بقول المتعصبين، شو فرقنا يعني؟ اوكي عم تقول عقيدتها فهي لا تقل سخافة عن اي متدين اخر، اوكي هذا رأيك الشخصي مع احترامك واعجابك بها، الا ان جان كان علي ان يهاجمها فكريا. ليش اهاجمها؟ شو بيني وبينها؟ شو اللي بربط؟ شو اللي انا زعجني مثلا كشخص ملحد من افكار وفاء سلطان، من ايمان وفاء سلطان؟ خلينا نقول شو اللي زعجني؟ بصراحة أنا ما زعجني أي شيء، أنا كنت مستمتع بالحديث، بالاستماع للحديث، وهي طلبت مني إنه أكون حاد معه، ولكن احتراماً إلها أنا لا أقوى أن أكون حاد مع قامة مثل وفاء سلطان، أستحي بصراحة يعني. لا ممكن واحد شال الحياة ممكن يكون
شوي، ولكن بالأفكار أنا لم أوافقها. بالأفكار طبعا أنا لا أوافقها، ولكن أنه أهاجمها فكريا ليه؟ لشو أهاجمها؟ شو الفكرة أنه أهاجمها؟ قال له والله أنت غلط، هي بتعرف أنه رأيي فيها أنه أفكارها غلط. هل الاعتقاد الغيبي غلط؟ بس أهاجمها وأقول له غلط ولا وما بصير وشيء، وأقاطعها بالحكي، يعني ما بصير أسلوب حديث، يعني مثل ما بقولوا حديث متحضر. خلينا نقول أنا كل أصدقائي، كل اللي بيدخلوا معي بالحلقات أعطيهم فرصة أن يتكلموا إلى آخر لحظة يريدونها حتى هم يتوقفوا. يعني طبيعتي لا أقاطع ضيوفي، فما بالك بوفاء سلطان يعني. لا، وفي شخص آخر كمان كتير، يعني ما بعرف شو سميه، سماني قال أنا وقفت مثل الأرنب بين إيدين وفاء سلطان. يا سيدي أنا أفتخر، جد أفتخر أن أكون أرنب بين إيدين وفاء سلطان. يعني وفاء سلطان اللي عملته لا أنا ولا غيري ولا غير غير غيري، هي المرأة الشجاعة اللي وقفت في وجه العالم العربي كاملا قاطبا، أول امرأة تطلع بها الجرأة هي، يعني أنا لم أجد أجرأ منها ومن نوال السعداوي بصراحة. أجي أنا أفخر أن أكون أرنب بين إيديها، وأرنب شو هالشغلة العظيمة يعني. يعني بس لأنه والله أنا ما بختلف معها بالرأي في أنه بغيبياتها لازم أهاجمها، هذه يعني شغلة بصراحة يعني ما أظن تكون صحيحة أو دقيقة يعني. طيب أحمد صالح عم تقول ما دين وفاء سلطان؟ طبعا أحمد، وفاء سلطان ليس لها دين محدد، ليس لها دين، يعني هي أنا كاستشفافي كشبه ربوبية يعني بصراحة اللي طرحته هي إنه العلاقة بشيء كوني، والكون جزء منا ونحن جزء من الكون، وفي وعي بعد الموت بهالكون هذا، يعني هيك أشياء. وأنا يعني بصراحة أول مرة أسمع هالأشياء هي، يعني مثلي مثل كل الأصدقاء. بس المشكلة إنه المشكلة إنه بقى كتير من الأصدقاء يعني فهمهم ما شاء الله يعني عبقري، وبدهم تكون كل الناس مثلهم يعني. طيب بس آسف أصدقائي، بس كنت عم بدور على شغلة. في سؤال من Atheist Pooh عم بيقول John, how is the website and mailing list coming along؟ بصراحة ما أنا ما فهمت السؤال هذا، شو هو يعني، شو أي ويب سايت عم تحكي عليه؟ coming where، شو الفكرة؟ يا ريت شوية مزيد من الشرح مثل ما بيقولوا. أنا أتمنى مزيد من الشرح. طيب أصدقائي، أنا أتمنى مثل ما بقولوا أسمع آراءكم. كيف حدث الكون وكيف بدأت الحياة؟ أحمد
حنان عم آه طيب حنان أمير عم تقول جان تحتاج الحلقة كانت لمناقشة أفكارها وليس لعرض أفكارها. بصراحة أنا ما لم أكن محضر أن أناقش أفكارها، أنا كنت محضر الحلقة لنسمع أفكارها ولحتى نفهم أفكارها، بس أنا ماني هون لحتى أناقش أفكارها. يعني أفكارها شو بدي أعرف في جدال، والله أنت صح ولا أنت غلط، ولا يعني شو الفائدة؟ يعني شخص يؤمن بهذه الأفكار هي أنا أحترم خلص اختياره وخلصت الحكاية، يعني ما دام لا يأذيني ولا ينفع ولا يضر بالنسبة لي، فشو الفكرة أجي أناقش أفكارها؟ هلا أنا أناقش أفكار مثلا المسلمين المعتقد الإسلامي أناقشه لأنه سيف مسلط علي، أقول هذا غلط وصح وحارب شان أقول هذا غلط وصح، لأنه سيف يقتلني يهددني ليل نهار. بس أفكار وفاء سلطان أنا شو بدي أناقش فيها؟ يعني أنا بدي أفهمها بس وأعرفها، ما كنت أعرفها ويعني أول مرة أسمعه، وبصراحة يعني ما كتير تعمقت بالفكرة يعني. ف يعني أنا ما بيهمني إنه أناقش أفكارها، أفكارها هي حرة فيها لا تؤذيني، أنا كان بيهمني بس أسمع أفكارها. لشو بدي أناقش أفكارها يعني؟ حتى قال لا أنت غلط، وفرضا قلت لها أنت غلط، يعني شو اللي بدي أستفيد منه؟ شو الناس بدها تستفيد؟ خلونا كلنا نطالع اليوم وفاء سلطان غلط، شو اللي راح يستفيد منه يعني؟ بينما مهمتي أنا أطالع الفكر الإرهابي هو الغلط، أفرج الغلط في الفكر الإرهابي، هذا اللي ممكن واحد يناقشه، هذا اللي ممكن واحد يدفع دمه مشان يفكر فيه. وتعالى هون في هذا الفكر عم بقتلنا. بس أفكار وفاء سلطان لا يعني لا تأذينا لا من بعيد ولا من قريب. لما آن الأوان لدينيين أن يشكلوا جمعيات تنظم نشاطهم وتوجه وتوحد أفكارهم ومواقفهم. سؤال من لافندر. بصراحة هي معك حق، ومعك أو معك بصراحة ما بعرف إذا لافندر أنثى أو ذكر يعني، بس رجل أو شاب أو فتاة ما بعرف، ولكن على كل حال يعني مثل ما بقولوا هل الأشياء هي قيد الدراسة وفي أصدقاء عم يشتغلوا فيها، وطبعاً نحتاج لدعم من الأصدقاء حتى نقدر نساوي هيك شيء. وفي يعني أنا كنت من شوي كنت عم بحكي مع أخوي سعيد بن جبلي عن هالموضوع هذا، وفي محاولات ولكن أكيد راح تكون بطيئة وراح تكون ما سهلة نعمل الطموح اللي بدنا إياه، هيئة كبيرة تضم مثلا كل المسلمين السابقين أو الملحدين أو أي شيء من هالقبيل، حتى تكون منظمين نقدر نعمل شيء على أرض الواقع. فأظن راح تكون شغلة يعني ما هي سهلة، وراح تكون يعني راح بدها دعم من الأصدقاء، بدها أعداد كبيرة من المؤمنين بهالفكرة هي. ولكن يعني الفكرة مطروحة، ويعني بعض الأصدقاء كثيرين منا مثلا أخونا هشام كافر مغربي، سعيد بن جبلي أنا واحد منهم، ومطروح تكون معنا السيدة وفاء سلطان، بس أنا ما فتحت الموضوع، لكن ممكن في المستقبل ما بنعرف شو بيصير بصراحة يعني. ولكن الفكرة مطروحة وهي في بدايتها وجايين بالمستقبل عليها، وأكيد راح تصير حسب طاقاتنا وحسب قدرتنا يعني، وحسب ما كنا أقوياء راح نفعلها على أرض الواقع، إذا كنا ضعفاء أكيد لا. فنحن اللي محتاجه دعمكم ودعم كل الأصدقاء، وكل ما كتر عددنا شيء أكيد راح ينعكس على أرض الواقع بشكل هيئات أو جمعيات من القبيلات.
طيب يونيفرس هيومن عم بيقول بالرغم من اختلافنا معها ميتافيزيقية، ولا تكفي جرأتها وبسال وصدق الدكتورة تستحق الاحترام، والاختلاف بالرأي لا يفسد للود قضية. بكل تأكيد هذا المطلوب، هذه الفكرة المطلوبة. يعني السيدة وفاء، خلي نسواننا يطلعوا يساووا مثل ما سوى السيدة وفاء. يعني خلي واحدة من أهالينا، مثلا من أهالينا كلياتنا، الأصدقاء الموجودين والملحدين، خلي الملحدين اللي حاطين صورة هيك أي من كان من خوفهم يطلعوا يساووا مثل ما سوى السيدة وفاء. يعني بس شاطرين نحكي على والله، حفظانين كم كلمة بعض الملحدين، لا أقول الكل، بعض الملحدين هم أصدقائنا، ولكن يظهر مثل ما قال نبينا سامي الديب. يعني انا كمان حكيت مع نبينا سامي الديب بموضوع، قال يعني هي بذره البطيخ لما تزرع بدها شهور حتى تنمو. يعني فالمشكله في اصدقاء كثير، يعني تكون من السنه الماضيه مأمنين بالخرافات والحمار الطائر، وهالسنه هي الحدوا، فبدهم الناس كلها تكون مثلهم ملحدين. يعني كل الناس تفكر مثلهم، وهذا الشيء الغلط. يعني أنا أتمنى من أصدقائنا الملحدين يوسعوا مخهم شوي، يوسعوا فكرهم، إنه الناس مستحيل تكون، كل البشر مستحيل يكونوا على رأي واحد، مستحيل، وما راح يجي يوم إنه كل الناس يصيروا ملحدين. نعم، الديانات كلها ستنكب إلى الجحيم، ولكن أفكار دائما أفكار الناس تتجدد، وفي افكار تنطرح، وفي افكار، يعني مستحيل انه تعمل كل الناس ملحدين، ولكن على الاقل نحن دورنا انه نوقف في وجه الفكر الارهابي فقط. صدقوني انا لولا الفكر الارهابي، لا انا ماني محتاج اقعد هون واعمل حلقات و أحس بدني مثل ما بقولوا. اليوم سكروا لي القناة، اليوم هكروا لي القناة. يعني حلقة مثل هاي اليوم المفروض يكون مشاهدات أقل شيء 92 مشاهدة، بلاقي 35 مشاهدة. ليش؟ لأنه مبارح القناة عمرها كلها ما في 4 أيام. يعني صار هكروا لي، سكروا لي 5 6 قنوات. يعني الجهر بالحاد الأساسية، واللي كانت، واللي بعدين في الحاد العظيم، شبكة تنوير الشرق الأوسط شمال أفريقيا، الحاد شبكة قناة الإلحاد الاحتياطية، وكلها كانوا عليها. يعني في يعني مشاهدات شبكة التنوير أقل شيء كانت تصل لل 10,000 إلى 15,000 مشاهدة يوميا. القناة قبل هي اللي تهكرت كانت تصل أو وصلت في آخر أيام تقريبا 22 ألف مشاهدة يومية. فأنا يعني ليش ببذل وقتي وحرب بدني ومن قناة لقناة، وأسكر وتسكر وأحارب وأنشتم، بشان شو؟ هل بشان مثلا واحد مسيحي يؤمن انه مثلا يسوع الدلوع طار على السماء؟ وما يؤمن، شو اللي فيه؟ يعني شو بيهمني اذا امن يسوع الدلوع بثلاثه ولا بواحد ولا باربعه؟ المهم ما عم بيجي بيقتلني ما دمر لي وطني بهالافكار هي. ولكن انا هون اليوم لانه في واحد يؤمن انه انا يجب ان اقتل. أنا مشان هون، مشان هيك أنا موجود، ولا أنا موقعي ما هون، أنا موقعي أكتب أشعار، أنا شاعر فقط ليس أكثر، أنا لست محامي دفاع عن شيء، ولست مذيع، ولست إعلامي، وما شغلتي الإعلام، ما بعرف فيها، يعني مقدمة الخلق ما بعرفها، أقدم البرنامج. طيب أشوف إذا
اوكي. عم بيقول لي جان يتولد احمد حركان that the website for all the atheist channels needed and also suggest keeping alright. اوكي. انا بصراحة نحن سوينا الويب سايت حتى مشان برنامج الجهر بالالحاد، سوينا برنامج ويب سايت، ولكن المشكلة ما في يعني انا سويت الوقت عملت الويب سايت تبع برنامج الجهر بالالحاد وموجود لحد هالساعه، هي موجود ولكن غير اكتف، مو شغال، لانه انا عملت تقريبا كلفني شيء شغله $300 يعني حطيت بوقته وما استفدنا منه الشعره نهائيا، لانه ما في مين يشتغل، يعني انا وحدي وابو الحكم معي صفحة الجهر بالإلحاد وبرنامج الجهر بالإلحاد، يعني يدوب حتى نقدر نغطي من رسائل من كل شيء، يعني أنا فيديوهات صغيرة إذا بدي أساوي بياخذ معي الوقت، وقتي كله بياخذ، وخصوصا مرة أغلب الأوقات كنت أساوي الفترة الماضية حلقتين بالنهار، فالمشكلة بدنا طاقم، أين الطاقم؟ نحن بدنا طاقم حتى نقدر نساوي، وانا اتمنى مثل ما بقولوا انه نصل لمرحله نساوي ويب سايت كبير لكل الملحدين، او حتى لو كل ملحد او برنامج او يعني على طرف، ولكن بدها كمان اي نشاط بده يعني مثل ما بقولوا طاقم حتى يشتغل فيه، وللاسف الشديد حاليا غير متوفر، نأمل في المستقبل القريب جدا يتوفر ونقدر نعمل هيك أشياء. طيب في أخ النبي أمين حبيبنا النبي أمين عم بيقول: مع كل احترام ومحبة اللجان والدكتور وفاء، بالعربي الدارج نازعتيها يا أختي. أنا حزين جدا لما سمعت، بالرغم من أنني أشجعك وسوف أشجعك في المستقبل أيضا، ولكن مع حزني الشديد ليتني لم أسمع ما سمعت. لا أدري ماذا جان سوف ما إذا جان سوف يحزن يحذف هذا التعليق. ليش أحذفه يعني؟ ما بعرف يعني، أنا بصراحة أنا حزين جدا، ستدمع عيوني حبيبنا النبي أمين. يعني بصراحة مالك حق، يعني مالك حق نهائيا، لا تحزن ولا هم يحزنون، يعني على ليش تحزن؟ يعني ليش تحزن؟ في صديق جيم رجع كتب له تعليق ردا على تعليق، عم بقول: ليه هو أنت فاكر حيجي يوم يكون فيه كل البشر نسخة من بعض؟ هي مؤمنة أن الإنسان بداخله روح بالتأمل والتنسق بالقوى الكونية، وأنت مؤمن أن الإنسان مركب كيميائي بمجرد موته يصبح عدم، كل إنسان حر طالما لم يضر الآخر، والاختلاف في طرق التفكير هو الذي جعل الإنسان يبني حضارة عظيمة ويعيش حاضر جيد ويؤسس المستقبل أفضل. لولا الاختلاف كان زماننا زي أسلافنا مساكين مسكين عصايا وبنجر خلف حيوان في الغابة عشان نقتله ونأكل. فأرجوك احترم الاختلاف طالما لم يضرك. بكل تأكيد يعني هذا الحكي المطلوب، يعني لا، الأفكار لا تضر ما دام تبقى أفكار، تبقى مع الشخص ذات نفسه يؤمن فيها مثل ما يشاء، وانا مالي، وحتى انا لا يعني لا افكر، مو بس صدقوني مو بس مع السيدة وفاء انه احاول اناقش افكارها، لا انت هون في غلط وهون ما بصير، وكيف انت بتأمني هيك بدون دلائل علميه واشياء منطقيه وشغلات هيك، هي ما هي شغلتي انا، لا حتى صدقوني نهائيا لا معبوزي، يعني انا في حياتي الواقعيه تعرفت على كثير ناس، ما بفكر حتى لا أفكر ولا أعطي لنفسي الفرصة أفكر أنه أناقش أفكارهم، ما يفكروا مثل ما بدهم، شو إيش اللي فيهم يعني، شو اللي
شو اللي ضيرني من تفكيرهم يعني. هاي الفكرة يعني، فكر مثل ما بدك، أنا ما شغلتي أقنعك بشيء، أنت عندك أفكار خليك، وأنا مالي فيك يعني. المهم ما تجي تفرض هالأفكار علي. أنا لما تجي تفرض هالأفكار علي بالقوة وبالسيف وبدك تسكتني لأنه أنا بدي أحكي شيء، هداك لو بقول لك تعال هون فرجيني أفكارك شو عم تقول لنشوف، والحال ينطبق تماما على الإسلام والمسلمين، الحال ينطبق تماما على الإسلام والمسلمين فقط. يعني أنا هلا لو يجي مسيحي على رايحة وجاية تعال جيزس بحبك وطيزس بحبك ولازم تؤمن وشيء، رح أقول له تعطل خليه أدي أناقش أفكارك هاي اللي بدك إياني أؤمن فيها غصب عني، أو حتى مو غصب عني، حتى إنه تكرر علي دائما، تلح علي إنه أنت صح. بس ما حدا منهم لا طرق بابي ولا حتى بالشارع وقفني وقال لي ألح علي والله أفكاري هي الصح وتعال، غير المسلمين يعني، غير المسلمين ما حدا. المسلم لا يسمح لك بشيء غيره، هو لا يراك أصلا، فلذلك نحن ننتفض ضد هالظلم هذا. ابن قرطاج فرحان الرجل عم بيقول من حقهم يهاكروا قناتك يا جام. صراحة يا رجل الدكتورة وفاء سلطان شخصية بأرجل، نتعب لإيجاد مقالة جديدة للدكتورة، وأنت وفرت لنا عظيمتنا الدكتورة لمدة ساعة كاملة، هي ساعة ونص كاملة، ساعة ونص يعني وليست ساعة. أنا أشكرك أخوي ابن قرطاج يعني، وأهلا وسهلا، والدكتورة وفاء وعدتنا كمان بحلقة مزيدة من الحلقات يعني، وعدتنا تكون ضيفة دائمة ببرنامج الجهر بالإلحاد، وأنا أتمنى وفرح فرحان جدا يعني بهالوعد هذا، وأشكرها وأقدر يعني تواضعها وقبولها لبرنامج بسيط مثل برنامج جهر بالإلحاد على اليوتيوب، وهي متوفر لتلفزيونات، وبتمنوا التلفزيونات إنه يستضيفوها يعني، ما هي بحاجة لبلاتفورم مثل ما بقولوا أو منبر يعني، عندها منابر، كل المنابر تؤهل وتسهل بها يعني، ما هي. فأنا أشكرها جزيل الشكر، وأتمنى من الأصدقاء الملحدين اللي ما زالت العقلية الإسلامية، أنا الواحد الأحد هاي يعني شوي كلين عندهم، لأنه ما هو شرط إنه نغير أفكار الناس حتى لو كانت تؤمن بما تؤمن، ما هي الفكرة إنه نغير أفكار الناس، الفكرة إنه نغير الفكر الإرهابي القاتل، نحيد الإرهاب يعني. المسلمين هلا اللي مثل إذا ما في عندهم بيسمحونا وبنقدر نعيش بيناتهم وبنحكي بدون أي تدخل وبدون أي شيء، لشو حتى نهاجمهم إذا ما هاجموك؟ شو الفكرة أنك تهاجم شخص ما يهاجمك يعني؟ شو الفكرة أنه تهاجم إنسان ما هاجمك؟ هذا مو اعتداء، هاي مو عدوانية أصلاً يعني. يعني مثل الصديق الآخر اللي يقول يعني كان عليك أن كان شلون الأخ مراد كان عليه أن يهاجمها فكريا،
هي لم تهاجمني فكريا يعني، ما قالت والله الطريقة العلمية هي غلط مثلا، التفكير العلمي هو غلط حتى أنا أهاجم أفكارها. هي ما هاجمت، هي قالت في ملحدين عملوا الإلحاد عقيدة، وهذا صحيح للأسف يعني، وأمثالك يا سيد مراد يعني للأسف الشديد. أنا أتمنى بس الناس يعني فتح عقولها، والإلحاد ليس عقيدة، ليس عقيدة. أنا أقول لها لسيد وفاء، وقلت لها طبعا أكيد ليست عقيدة، الإلحاد ليس عقيدة، ولكن بفضل بعض الأصدقاء الملحدين يحولونها إلى عقيدة واعتقاد. حبيبنا أبو الحكم بتعمل حلقات من ورايا، آسف كتير. على كل حال، على كل حال أنا منيح دخلت أبو الحكم وذكرتني أنه أذكر أصدقائي. أشكرك أبو الحكم، أنا أصدقائي من اعتبارا من اليوم، وأنا عملت الساعة 7 بتوقيت لندن لأنه صار قلبة الساعة الصيفي والشتوي، صار دخل التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي كيف صار يعني؟ كان الساعة 8 يعمل حلقة، وأخوي أحمد حرقان كان الساعة 7 يعمل حلقة. فالتوقيت الصيفي هلا صار راح نكون بس مباشرة اثنيناتنا مع بعض. فحكيت مع أخوي، قلت له يا قبلك بساعة يا بعدك بساعة لنشوف كيف. فقال لي والله على وقت تعمل بعدي بساعة، لأنه بكون ذروة في بمصر العالم بعلمنيت. قلت له لا، في عندي مشكلة بصراحة، ما بقدر أعمل بعده بساعة لأنه بناتي بناموا، والحيط الخلفي غرفة البنات، فمشان ما أزعجهم طفلاتي أطفالي يعني، مشان ما أزعجهم فراح أعمل الساعة 7 بتوقيت لندن يوميا طول المدة الصيفية، ولا يجي الشتاء بفرجها الله يعني، ما بعرف شو بصير معنا. فهاي هي القصة أخونا بالحكم، وأنا يعني مش من وراك بعمل حلقات يعني ولا يهمك. على كل حال يعني سافيور عم تقول جان أتوقع أن يطبق عليك الحد آجلا أم عاجلا، يعني مثل ما بقولوا يا جبل ما يهزك ريح، انطبقوا لم يطبقوا، اللي بده يطبق أهلا وسهلا، خلي يكون قد التطبيق ويجي أهلا وسهلا يعني، ما في أي مشكلة. وحتى صدقوني أنا لا أخاف من الموت، لو كنت خائف لما ظهرت يعني، لو كنت خائف بكل معنى الكلمة لما ظهرت نهائيا. الأخ يونيفرسي من عم تقول، عم بيقول أخي جان أنت مثقف ثوري متلاحم عضويا برسالتك التنويرية الهادية للبشر، بالرغم من عن إمكانياتك المادية المتواضعة وواقعك السيئة، لكنك أحدثت ثورة. أنا أشكرك، هذا نيشان أحط على صدري يونيفرس بصراحة يعني. أنا كتير يعني هالكلام هذا كتير علي، أنا لست مثقف، أنا لست إنسان مثقف يعني. المثقف يجمع الملايين من وراء يعني، أنا لست إنسان مثقف، أنا ثقافيا متوسط الثقافة مثل سعري بسعركم، ما بعرف، في أكيد ناس أثقف مني بكثير، ولكن اللي صار إنه أنا صحت لي فرصة قدرت أطلع أحكي، وأنا من الأشخاص اللي أعشق الحرية، بدي أحكي، ما بقدر أخبي شيء جواتي، وصحت لي الفرصة إنه أقدر أحكي. فهي الفرصة، هي الشغلة الوحيدة بتميزني، لست مثقفا ولست ثوريا ولست، ولكن أحب الحرية وأحب أن أعبر عن أفكاري، وجدت لي الفرصة يعني. يعني مثلا لما لو كنت بحلب أنا مثلا الله وما عندي نت وما بقدر يعني، هل سأخرج للناس وأقول والله أنا صبر سبع البرمبة؟ أكيد لا يعني، ما أنا كنت بحلب وأنا ملحد منذ نعومة أظفاري، هل كنت أتجرأ مثلاً أطلع في ساحة سعد الله الجابري مثلاً وأقول يا جماعة يا هو يا ناس أنتوا مأمنين بالجحش الطائر؟
أكيد لا يعني، ما أكيد ما بقدر، ما كنت وصلت للمرحلة يعني. طيب عم بيقول وقت مناسب أبو الحكم، أكيد أبو الحكم. على كل حال أصدقائي، يعني يا شباب بدنا نقاشات، اللي حابب يتصل فيني أبو الحكم، شو رأيك تتصل فينا تعمل مداخلة؟ بدي أسمع رأيك بحلقة وفاء سلطان، يعني أنا بصراحة حابب أسمع رأيك، وعلى أساس كنتك تعمل مداخلة وما كان في وقت، فأتمنى إذا تتصل فينا، وأتمنى من أصدقائي يتصلوا بي ويشاركونا على السكايب، يعني حتى نغني مثل ما بقولوا. طيب رح ناخذ اتصالنا والحكم حبيبنا. اهلا ابو الحكم، اهلا. اهلا حبيبي، حبيبي جان، احييك واحيي جميع الاخوه المشاركين مشاهدين واصدقائنا بالتكست. اهلا وسهلا ابو الحكم، اهلا وسهلا فيك حبيبي، تفضل. طبعا حلقه ست وفاء سلطان، يعني في اشخاص يعني يختلفون معاها بالاراء، وانا ايضا يعني اختلف معاها بشغله واحده. طبعا انا عندي تحفظ على الكلام اللي قالته عن داعش، طبعا على ابو بكر البغدادي، انه هذا كلام ما ينقال، لانه الانسان الشراني او الانسان الارهابي او المجرم مستحيل احضنه او اخلي ايدي بايده، يعني هذا الشيء منتهي منه، سواء كان مسلم سواء كان يهودي مسيحي، اي واحد ارهابي ما يصير انا احط ايدي بايده. غير هذا الشيء كلامه كان جميل وفيها من الانسانيه لكن مبالغ فيها، يعني اللي قالته عن ابو بكر البغدادي كلام مبالغ فيه صراحه، لانه لا يجوز اطلاقا نخلي ايدنا بايد انسان همجي. كل انسان له حر بالافكار، ولكن على شرط ان لا يتعدى الاخلاق البشريه، لا يعتدي على الاخرين بدون وجه حق. يعني احنا اذا بكلام لازم نحضن هتلر كمان، لانه انسان وعنده فكر يعني. ف يعني اظن 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 انت انت يعني ابي احترام كبير لها يا ابو الحكم، متفتحة، وهو هذا الاختلاف وجهات النظر. يعني حبيبي ابو الحكم، يا ابو الحكم مهما كانت، يعني ابو الحكم اسمعني. نعم تفضل. اظن ما كان قصده هي يعني ترفض الشر اللي فيه، لكن هي كانسان فقط، يعني كانسان هو اصلا يعني ضحيه. ابو بكر البغدادي يقول لك اي مسلم موجود على الكره الارضيه حاليا هو ضحيه هالافكار هي، شئنا او ابينا يعني. ولكن هي كان قصده انه الشر الموجود فيه اكيد هي ترفضه، ولكن هي تضع قبلة على الإنسان داخل الشخص هذا، وليس على الوحش أو الشر الموجود في الشخص هذا. هذا كان قصده أظن. يعني ما أعرف يعني أن لما إنسان يتصرف على أساس الشر، بذاك الوقت بعد إحنا ما نقدر يعني نسلم عليه أو نتصرف معاه طبيعي، لأنه هو صرف هذا الفكر اللي عنده بالشر. احنا لازم بعد يندمج نفسه بالشر خلص، بعد يعني صار انسان شرير، فلا اعتبره انسان طبيعي يعني. فهو هذا يعني هذا قصدي. يعني اذا هي كان تقصد شيء اخر، اتمنى في الحلقه القادمه يعني توضح لنا النقطه اللي قالتها، لانه في كثير ناس اعترضوا على كلام هذا، وانا من ضمنهم طبعا، مع احترامي الشديد وفاء سلطان، دكتورة وفاء سلطان، لأنه أنا عزة جدا وأحبها جدا كإنسانة وكمفكرة وكمغيرة للأفكار
الإرهابية السائدة، وعلى إيدها كثير ناس تغيروا نحو الأفضل. بالضبط صحيح. بس أكو ملاحظة في واحد، بس أريد أضحككم يعني، واحد أخونا عبد الله اسمه مسلم بالتكست كاتب إنه هو يدافع عن الله، قلت له قابل أنت الله معينك محامي حتى تدافع عن الله، يعني عينك محامي منطق راتب على هذا الشيء، ليش هو ما يقدر يدافع عن نفسه؟ هل إنه خايف؟ لا لا لا، أقول لك شغلة، أنا بقول لك أبو الحكم، هو الله كسول ما بده يدافع عن نفسه، فخلق شوية حريات بقول لهم تعوا خذوا هاي حريات ودافعوا عني، أي القصة. وبس إذا تسمح لي نقطة أخرى. تفضل تفضل أبو الحكم. في أخت أعتقد أنت لاحظت بالتكست، هي ملحدة اسمها ماريا، شوية انتقدت استعمالنا لكلمات القرآن، بس أحب أوضح لها يعني أنه أصلاً القرآن سارقه من كتب أخرى أو من الأشعار يعني، فهذا بادئ ببدء، لازم تعرفين أنه القرآن 90% منه مسروق من التوراة أو الإنجيل. حتى مرة قلت يعني سمعت المسيحيين تكلموا قدامي عن الحديث، قلت له هذا موجود بالنص بالإسلام، تعجب واستغرب انه صدفة كانت، يعني اكتشفنا انه حديث بالنص منقول عن المسيح ومحمد سوا حديث عنه يعني. فاعرف يا اخت ماريا انه الاسلام والقرآن يستعملون كلمات كثيرة من الاشعار ومن الكتب الاخرى، وحتى لو كانت كلمات قرآنية صرفة احنا نستعملها ونطوعها في الاستهزاء بكلمات القرآن، لما نقول الجار بن الحازم استطاع بالضبط، انا هون الفكره أنا او كلمه بالمرصاد انا كاتبها، كلها نستعملها سلاحا ضدهم يعني. بالحكم اشكرك جزيل الشكر، على كل حال اخويا بالحكم راح اخذ اتصال اخر من شكرا جزيلا. شكرا بيبقى. شكرا شكرا بالحكم. على كل حال أخت ماريا أظن اليوم قرأت لها تعليق أنه ليش تسمية البرنامج بالجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا، وأنه تسمية إسلامية. طبعا أنا وضحت لها أنه الفكرة هي أصلا تسمية صاحب الفكرة أخونا أحمد حرقان، هو اللي كانت التسمية، هو اللي سماها وهي من عنده، وأنا جيت لقيتها موجودة يعني التسمية، ورجعت قالت إنه بما إنه تسمية إسلامية لكل الأصدقاء يعني، هن المشكلة المسلمين بيقولوا ليش عم يسموا تسمية إسلامية؟ الإسلام يا جماعة، الإسلام لم يخترع اللغة، الإسلام إجا وشاف اللغة موجودة استعمل اللغة، اللغة العربية موجودة قبل الإسلام وبزمن طويل جدا يعني، صح ما كانت مثلا في كتابة وكانت بدائية ولا شيء، ولكن موجودة يعني بشكل من أشكال اللغة العربية موجودة، الناس اللي كانوا العرب الموجودين شبه الجزيرة العربية كانوا يتكلمون يعني، كانوا يتكلمون اللغة العربية. فالإسلام لما أجا يعني استعمل من كل اللغات الموجودة حواليه، مفردات من كل اللغات كانت موجودة حواليه في ذاك الحين، وأخذ من كل الثقافات اللي كانت موجودة حواليه بكل شيء، ومن ضمن اللغة، واللغة العربية موجودة. لما قال إلى الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ما اخترع شيء جديد سماه والله الحج من استطاع إليه سبيلا، أو كلمة استطاع إليه سبيلا يعني، هو الإسلام لم يخترعها، كانت موجودة استعملها، مين استطاع لهالمسألة هي يعني. فمسألة أنه الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا هي لغة وليست شيء من الإسلام، تراث إسلامي، مصطلحات لغوية مثل يعني مثلا، لأنه محمد قال القرآن قال وليس على الأعمى حرج، معناتها نحن إذا قلنا إذا ما في على الأعمى حرج معناتها نحن عم نستعمل مصطلحات إسلامية، وهذا غلط يعني. اللغة هي لغة، نحن عم نستعمل اللغة وهي حقنا، الإسلام لم يخترع هذه اللغة. طيب يعني على كل، طيب
طيب الأخت رانيا أظن حابة تعمل مداخلة. رانيا تفضلي. أهلا رانيا تفضلي. شكرا. أول شيء أنا أكيد رانيا يا ريت علي صوتك شوي، ما بعرف انت مشكلتك مع الصوت، يعني ما بعرف يا بدنا نعمل لك اكله عشان الصوت يا تعمل لنا اكله. اوكي حتكلم شوي اعلى هيك احسن؟ اه تفضلي. اوكي اول شيء افتحيه لك على العوده، عوده موفقه، اتمنى لك الف خير على العوده. تسلمي تسلمي، اتمنى عوده اقوى. اكيد بكل تاكيد. طبعا انا كما حبيت اقول انه جميعنا معك وانا دعمك، نحن الملحدين الاصل طبعا. بكل تاكيد اختي رانيا. اكيد ارجع لنقطه وفاء، اكيد وفاء سلطان كبيره جدا ومثقفه ومفكره، يعني من الناس التي نحن بالشرق الاوسط يعني وشمال افريقيا نهز راسنا بهم، سواء بالغرب او غير بالغرب، مثقفين مثلها. اكيد انا في حلقتها كنت سعيده جدا لما اسمعه، وما اعلم ما شفت حلقه بالكامل، لكن شفت اظن من الوسط او هيك، لاني تابعتكم لايف بس كنت شوي متاخره، يعني انا ما شفت اي كلام قالته خطا، وحبيت جدا كلامها لانه في الاخير هي قالت انه انا اعمل مديتيشن وأمن أنه الكون هو إلهي، يعني كانت تتكلم في كلام جميل جدا، يعني أنا لا يجب أن أعمل زيت لها. بالضبط بالضبط صحيح. لكن في كثير من الأوروبيين والأمريكان الذين هم أيضا لا يؤمنون بإله، هم هكذا يعني يعملوا مديتيشن، ليس البوذيين مثلا، لكن هذه هي يعني عندهم روحيا كصلات، لكنها فقط بينهم وبين نفسهم، يعني لا يؤمنون بأي خالق، لكنها جيدة جدا للشخص لكل نفسيته سعيدة ويحب الحياة. بالضبط بالضبط، متطور ورائع جدا. أنا لا أفهم لماذا بعض الناس يعني ظنوا أنها تؤمن بخالق أو ما بعرف، أنا ما لم أفهم. حتى إذا كانت تؤمن يعني شو مشكلتنا إذا في شخص يؤمن؟ أنا بالضبط. أنا شو هذا هو عجبني في كلامها جدا، أنها قالت حتى الناس اللي يؤمن يعني سواء كان مسيحي مسالم، حتى قالت المسلم المسالم. بالضبط يعني فيه. يعني هلا صدقيني رانيا، هلا صدقيني اليوم مثلا كل المسلمين يقولوا نحن نرفض الإرهاب بكل أشكاله، وعمليا لا يخرج ولا مسلم يفعل فعل إرهابي، صدقيني أنا سأترك هذا المنبر ولن أعود إليه أبدا، سأتفرغ لأشعاري وما لي علاقة بشيء. اليوم أشوف ما في إرهاب إسلامي، لن أقف هنا دقيقة واحدة مثل ما بقولوا يعني. فشو بيهمني يعني، شو بيهمني يؤمن ما تؤمن الناس، الناس بعمرها ما راح تكون على فكر واحد. نعم هو نفس الشيء أظن بالسياسة، يعني لما تختلف مع شخص بالأرائي لازم الشخص يكون مكبر عقله وشخص متفاهم وشخص عقلاني، ونحن نحب نوصل للمشاهدين أن الإلحاد هو ليس دين وليس عقيدة، ونحن لا نرفض الآخر، بل نحن فكر هو يقبل جميع الأديان، لهذا نحن العلمانية. العلمانية ليست ضد الدين، الشيوعية كانت ضد الدين وفشلت. بالضبط. لكن العلمانية هي جميع الأديان أن تتعايش مع بعض، هذا هو مبدأ الأديان، جميع الأديان ولا أديان. بالضبط، يعني أنا كملحد، يعني أنا وأنت كملحدين، سعرنا بسعر أي متدين مثلا بوذي ولا مسيحي ولا أي شيء من هالعالم، هاي عايشين مع بعضنا. أوكي أنت بتؤمن بالبوذا كان يطير ويقعد، ما لي علاقة يعني، وأنا أؤمن بالعلم وعايشين يعني، ولكن المشكلة لما تجي تشيل سيفك علي وتقول والله أنا الصح، هون المشكلة، وهي وما في يعملها غير المسلمين يعني غير الإسلام. بالضبط. وفي ديانات يعني عندها عدد هائل من البشر مثل الهندوسية والبوذية، لكن هل سمعنا مرة في حياتنا أنه البوذية فيها عمل شر في العالم؟ لا. بالضبط. الهندوسية نفس الشيء، هم يعيشون في جميع أنحاء العالم، ولا عمرنا سمعنا بأقلية هندوسية ومسيحية تقتل الناس من أجل عقيدة، لا توجد الأشياء، يوجد ديانات مسالمة
يجب أن أعترف بهذه الأشياء. ومن هذه أحب وصل رسالتي للملحدين الجدد من قوسين، أن الديانات ليست كلها نفس الشيء. في ديانات مسالمة لا يجب علينا أن نحاربها، يجب علينا أن نحارب الإسلام، لأنه في نظري أنا شخصيا هو ليس دين فقط، تماما، هو دين ودولة. هو دولة، هو بصراحة صراحة رانيا، يعني الإسلام هو فكر ايديولوجيا سياسيه، يعني هاي من النهايه، يعني ايديولوجيا سياسيه لاقامه دوله، وهي بسموها الخلافه. هاي هي يعني فكر ايديولوجي لاقامه دوله، ما بتقدر تقولي اكثر من هيك. يعني بالضبط، عموما كان في البيت، عموما كان دائما من اول نشوء الدوله. بالضبط بالضبط. على كل حال اشكرك اختي رانيا جزيل الشكر. اتمنى تعمل حلقات اكثر معك باذن الله. أكيد أكيد أكيد، هي وعدتنا وأظن هي لا تخلف الميعاد. شكرا شكرا رانيا، مع السلامة. شكرا. مع السلامة. طيب أظن بدي أخذ اتصال من أختنا سوزان. أتمنى أختي سوزان إذا كنت تسمعيني يا ريت تشوفي السكايب. سوزان أهلا وسهلا فيك. صوت واطي جدا. يا ريت علي صوتك شوي عشان الاصدقاء يسمعوا. الو، انا اسمعك يا سوزان، تسمعيني؟ بس انا صوتك انت بقى مش واصلني. اولا احييك على انك رجعت تاني، انا مبسوطه جدا طبعا ان انت رجعت، واحييك على نضالك وكفاحك. تسلمي تسلمي سوزان. عايزه بس بالنسبه للي حاصل، اللي بيتقال عن الدكتورة وفاء سلطان داني انها يعني بتؤمن بوجود إله او كده، هو انا عايز اقول حاجة، هو إله الملحدين مش زي إله اصحاب الاديان، سواء الاديان الابراهيمية او غيرها من الاديان الموجودة على سطح الكرة الارضية. إله الملحدين مختلف تماما. صحيح. ويمكن انا من خلال تجربتي، يمكن انا حسيت بالدكتورة وفاء بالكلام اللي هي قالته، لانه يبدو من كلامها على حسب ما فهمت انه هي ده تقريبا نفس التجربه اللي انا نفسي مريت بيها طول حياتي. يعني انا عشت عمر طويل، كل شيء كان بيحصل في حياتي، بس اياميها انا كنت مؤمنه، فكنت بحس ان كل حاجه وكان ربنا هو اللي بيرتب لي اللقاءات كلها اللي كانت في حياتي. يعني فجاه تجد زرع بني آدم من تحت الأرض عشان يلبيني طلب ما أو خدمة ما أنا محتاجاها. فطول عمري بهذا الشكل، كانت حاجات غريبة جدا جدا بتحصل، وكأن في حد، في سلطان قوي هو اللي بيمشي حياتي، مش أنا اللي بعملها، في حد بيعملها لي. وكنت فهمان ده من الإله، بس بعد إلحادي بدأت أراجع أفكاري كلها، وبدأت أشك في كل حاجة عمري كله شكيت فيه، وبدأت أشيل فكرة وجود الإله من دماغي. لحد دلوقتي طبعاً أنا طبعاً الموضوع طبعاً تعبلي راسي جداً، لأني لما براجع أفكاري الله، طب والعمر اللي أنا عشته، طب واللحظات الكتير جداً اللي أنا شفت فيها بيقين إن كان في حد بيعملي الحاجات دي علشان خاطر أنا أوصل لشيء أنا عايزاه، أشياء كانت خارجة تماماً عن إرادتي، مش أنا اللي بعملها، أشياء بتدبر. يعني وكأني في قوة عليا حكيمة بتدبر لقاءات. ولذلك أنا فهمت المحاضرة بتاعت الدكتورة وفاء وفهمتها بهذا المفهوم. أكيد في ناس كتير، ألو أنت معايا؟ أنا معاك، تفضل تفضل. أكيد في ناس مرت بتجارب من 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 هذا الشكل، يعني أو بهذا الشكل زي أنا وزي دكتورة وفاء، تخلينا نؤمن بوجود قوة عليا ما والله أعلم بيها دي شكلها إيه. فإحنا ما نقدرش، اللي أنا كمان عايزة يعني اللي بأخذ فيه معظم الملحدين بيجزموا بإن ما فيش إله. طب إحنا إيش عرفنا؟ إحنا ما نعرفش، يعني أقول أجنوستيك، يعني ده الأقرب إلى هو بالضبط. بالضبط يا سوزان سوزان سوزان، يعني كان بيتهيأ لي. طب معقولة العمر ده كله أنا كان بيتهيأ لي، كنت عايشة في أوهام، طب بيتهيأ لي، طب إزاي اللقاءات دي اتدبرت وحاجات كانت مستحيل إنها تتدبر؟ يعني واحد في المليار، يعني صدفة من مليون صدفة. طب لما بتحصل مرة هتحصل مرتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، عشرين، ثلاثين، خمسين، العمر كله تحصل الصدف دي، وكأني أنا شيء مميز عند هذا الإله أو عند هذا
هذه القوة. ده شيء غريب، أنا ما أعرفش، أنا دلوقتي بتساءل، لأن بعد فترة إلحادي زي ما قلت لك أنا شكيت في عقليتي أصلا، يعني أنا كنت بأرجئ كل ده لوجود إله. طب أنا دلوقتي أنا لا أؤمن بوجود إله الإسلام ولا إله المسيحية ولا أي إله بأؤمن به. وبعدين فبراجع نفسي تاني، طب ده كان إيه؟ ولذلك أنا بقول لك أو بوجه كلامي لأي ملحد، إن ممكن جدا إن يكون في فعلا إله، فأنا اللي شايفاه إنه لا يجوز تسفيه من يدعون وجود إله، لأن إله الكون ما هوش حكر على إله الأديان. ده إذا كان الكون له إله، ده ليس حكرا على الإله الإبراهيمي أو إله الإسلام أو المسيحية أو whatever، أو أي إله آخر في الهند أو في الصين أو whatever، يعني ده مش حكر على البني أدمين دول. ده ممكن كل هؤلاء البشر يكونوا سارقين الفكرة أصلا، يعني تكون الفكرة مسروقة من قبل. دي كمان يعني مجرد ومضة أو برضو بيعتمدوا على إحساس بعض البشر زي كل تأكيد الومضات اللي أنا بحكي عنها دي. طيب أشكرك، أشكرك أختي سوزان، اللي كنت عايزة أقولها. أشكرك أما بالنسبة برضو الكلام اللي هي قالته عن أبو بكر البغدادي، فأنا شايفة إن هي تقصد إيه، هي ما تقصدش إنها بتحبه، ده طبعا بالضبط بالضبط، هي تقصد إن هي قلبها خالي من الكراهية لأي مخلوق، حتى لو كان الإنسان ده إنسان شرير، فهي لا تحمل أي نوع من أنواع الكراهية لأي شخص. ده النوع اللي هو السمو اللي جواها اللي بتخليها يعني تعلو فوق البشر. بس طيب أشكرك جزيل الشكر أختي سوزان، أشكرك جزيل الشكر. على كل حال، على كل حال أصدقائي، يعني بالضبط، يعني هو الأخت سوزان يعني عم تقول إنه وش عرفنا، بالضبط يعني نحن بدنا نتعرف، بدنا نتعلم، بدنا نبحث، لازم نبحث نحن، هي القصد. يعني أنا لما أقول لا يوجد إله، أكيد لا يوجد إله، إله بالمعنى اللي انطرح، بالمعنى اللي انطرح بكل الأفكار حتى اللي سمعتها لحد الساعة هاي، أنا لم أقتنع. ولكن هل أعرف تماما، أجزم تماما؟ أكيد لا، في شيء لا أعرفه. أنا لا أقول إله نهائيا، لا، الإله المتصور عند البشر أكيد لا يوجد. يعني أنا بالنسبة لي شخصيا كجان برو أكيد لا يوجد إله، كل بشر فكر في شكل إله، لا يوجد إله. ولكن في شيء لا نعرفه، شيء غامض بسر سر الوجود هذا، سر الكون هذا، في شيء لا نعرفه. هذا أنا برأيي الشخصي يعطينا دافع إنه نتعلم أكثر، نبحث أكثر حتى نعرف سر الوجود هذا شو هو. هلا في شغلة أنا بختلف فيها مع سيد وفاء، إنه عقل الإنسان محدود ولا مستحيل يفهم الكون. لا، وصلنا لمرحلة كبيرة من فهم الكون، يعني الإنسان وصل لمرحلة كتير كبيرة من فهم الكون، إن كان من دراسة النجوم، من دراسة طبيعة النجوم، وصل لمرحلة كبيرة. ولكن في المرحلة الأكبر، يعني مثلا هلا مسألة المادة السوداء والطاقة السوداء، يعني لحد هالساعة هاي الإنسان يعرف موجودة ولكن لا يعرف عنها أي شيء، وهي الأكثر انتشاراً في الكون، صح يعني. ولكن هذا لا يعني الإنسان لن يعرف. الفكرة أنه نبحث عن الشيء اللي ما بنعرفه. بس مسألة أنه لازم يكون في إله، يعني هل الفكرة هاي ذاتها أنا بالنسبة لي مستحيلة. لا يوجد إله بالتفكير البشري نهائيا، يعني قصدي كما الفكر البشري يتطلبه، كما يخيل للفكر البشري في إله، إن كان من ربوبيين، إن كان من لا دينيين، إن كان من جماعة بوزة ولا جماعة كما أختنا وفاء سلطان، يعني هي مسألة الكونيات هي أكيد لا. ولكن في شيء لا نعرفه، وهالشيء هذا خلينا يعطينا الدافع أنه نبحث عن هالشيء هذا، ولا نقول نحط والله فرضيات ولازم يكون، واعتقادات تنقلب بعدين لمعتقد. المعتقد هو ما تعتقد، ما عندك أي دليل عليه.
يعني هلا الفكرة أختنا وفاء. أوكي أختنا وفاء طرحت هالفكرة اليوم، بعد 100 سنة أختنا وفاء ما هي موجودة، ولكن أفكارها موجودة. تجي ناس بتقلبها بعدين تتحول لأفكار اعتقادات دينية بحتة، وهذا الشيء أنا ضده. يعني إنه نطرح أفكار وبعدين تتحول لأديان، وهالأديان بترتب عليها مسائل كثيرة. يعني ما في دين إجا وانطرح بين البشر إلا وسبب كوارث للبشرية. فهي الفكرة. أما ما تعتقد، أعتقد ما تعتقد يا رجل، وأنا مالي يعني. على كل نشوف إذا في سؤال من ميكي ماوس عم بيقول، أتمنى السؤال يصل لحبيبي جان. أشكرك يا أخوي ميكي ماوس. لماذا برأيك المؤمن يتمسك بالفرضية كقصة الخلق والألوهية ويحارب النظرية كنظرية التطور، رغم أن نظرية التطور أعلى مرتبة من الفرضية، وأدلتهم على ادعاءاتهم ليست بقوة أدلة التطور؟ يعني يا أخوي ميكي ماوس، المسألة اللي صايرة حاليا، حتى إذا بتلاحظ الإنسان اللي يكون مؤمن وبصير ملحد بصلى الأخير ملحد، بيعدي بعدة مراحل. أولها اللادينية، يعني أول ما بيكتشف دينه غلط يقول لك أنا بدون دين ولكن في إله. بصل لمرحلة الربوبية أو بيقول لك لا أعرف ولا شيء، بعدين بقول لك في إله، بعدين بقول لك أوكي أنا ملحد. السبب هذا إنه شغلة متوارثة عند الإنسان من وقت وجود الإنسان، فكرة الإله موجودة. يعني من وقت بداية الإنسان وفكرة الإله، إنه فكرة في أشياء ظواهر الإنسان ما بقدر يفسرها. فصارت فكرة الأديان ومسألة العلم والعلوم كلها أشياء حديثة. فمستحيل الإنسان ذات نفسه الموجود حاليا بالقرن 21 اللي هو من سلالة القرن 20 و19 و18 اللي كانت كلها مليئة بالأفكار الدينية، يصحى هيك ويقول أوكي يعني أنا إنسان جديد، أنا لست من سلالة هؤلاء. فبتم الخوف مزروع من شيء خفي، شيء لا نعلمه حتى الآن. بتم هالخوف هذا، هالخوف هذا بيخليه عدم، بيخليه يعني يحول الخوف هذا لفكرة، فكرة إلهية، فكرة ربوبية، وبيخلي عنده الفرضية أقوى من النظرية دائما. هالخوف هذا الخوف المتوارث من فكرة الأديان. يعني المسلم تعرف أنت، والمسيحي يعني الشخص الطفل لما بتربى بعائلة إسلامية من صغره حلال وحرام وقتل ونار وعذاب وجهنم بئس المصير، هذا لما يكبر يعني وصاير وشايفين كلياتنا. يعني في دكاتره جامعه بتلاقيهم عم بيدرسوا كيف تكونت النجوم، وبيجي بالجامع بيقعد بيهز راسه قدام شيخ بيقول له الحمار بطير. فالخوف هذا هو اللي خلى الانسان يكون ذو وجهين، يعني يفضل الفرضيه عن النظريه، او يخلي النظريه عند الفرضيه عنده اقوى من النظريه. ما بيهمه يفكر بالنظريه، بيهمه بس الفرضيه اللي ورثها بعامل الخوف بتخليه اقوى عنده من جوا. طيب سؤال من ماريا عم تقول، اسال لماذا لم يتطور الانسان اكثر. طيب لم يتطور الإنسان أكثر لأنه لسه على الوقت ما أجا، يعني بس يجي الوقت بتطور. يعني هلا مثلا نحن موجودين بهالساعة هاي، فهل من المعقول أكون أنا هالساعة هاي بالمستقبل؟ يعني
يعني قبل ما يجي المستقبل اكيد ساتطور، يعني ليش مستعجله؟ يعني الانسان كان شيء وصل لهالمرحله هي في هالساعه هي في هالزمن هذا، بالزمن القادم سيتطور. اذا كان السؤال او اللي فهمته من السؤال انه هل توقف التطور هون عند الانسان بهالشكل هذا؟ اكيد لا، الانسان في مرحله تطور لسه. الانسان حاليا يعني احتمال هالانسان هذا يتفرع يصير منه يطلع، احتمال الحياة ذات نفسها تنقلب شكلها. يعني الحياة أول شيء بدأت بيولوجية لحم ودم، هل لحم ودم يتحول إلى آلة؟ بمعنى الإنسان الحالي شايفينه نحن طلع لحم ودم بيولوجي طور نوع من هالأنواع الأحياء هي، صار عنده دماغ حجم كبير مثل دماغ الإنسان، تطور وصل لمرحلة هالدماغ هذا صار يفكر يصنع الآلة، ماشي، صنع هالآلة هي وتحولت الآلة هي بدأت تسيطر على كل شيء، على كل شيء حتى تصل لمرحلة تلغي الإنسان ذات نفسه وتصير هي المسيطرة وهي كل شيء، وما تلاقي إنسان، وحتى احتمال يدمر الكوكب كحياة بيولوجية وتبقى الآلة. فالناظر من خارج الكوكب، يعني واحد واقف على القمر وعم يتفرج هيك وشايف الحياة كيف تطورت وصلت لمرحلة انه صار في كائن حي، وكائن الحي واحد منهم طلع صار ذكي وصنع الآلة، بعدين الآلة سيطرت وأنهت الحياة كاملة على الأرض، خلينا نقول حتى من البكتيريا، وبقيت الآلة. الواقف على القمر عم بيراقب الأرض رح يقول هذا التطور الطبيعي من البيولوجي إلى الآلة، والآلة احتمال تطور لشيء آخر. فالتطور لم يتوقف، الإنسان ما توقف على التطور، ورح يتطور أكثر أكيد، بس بده زمن بده وقت يتطور معه. طيب طيب أصدقائي، أتمنى تبعثوا لنا كم سؤال آخرين أو اللي حابب يعمل مداخلة. وأنا بدي أوضح شغلة، أوضح شغلة بشان موضوع بالأسبوع القادم. طبعاً رح نرجع مثل ما بقولوا لنشاطنا الطبيعي، ويومياً حلقة الساعة 7 رح تكون بتوقيت لندن، لأنه أخوي أحمد بيقدم حلقة الساعة 8 بتوقيت لندن، حوار مفتوح. والمشكلة عنا هون صار التوقيت الصيفي ومصر بقيت كما هي، فأنا اضطريت أعمل الحلقة قبل بساعة حتى ما نكون مع بعض، يعني نطلع على الهواء بشأن الأصدقاء المتابعين يكونوا هون وهنيك، يعني تصح لهم فرصة المتابعة على القناتين. وأتمنى يعني من الأسبوع القادم تبدأ مثل ما بقولوا النشاط الحقيقي. وأنا بعتذر عن الأسابيع الثلاثة اللي مروا بدون نشاط مكثف. تعرفوا أنتوا أخوتنا حبايبنا المسلمين يعني لا يقدرون أن يروا الآخر نهائيا، فبيحاولوا تكميم الأفواه، ويظهر أنه قناة الجهر بالإلحاد أثرت فيهم كثير، لذلك مركزين عليها وعم بيحاولوا بشتى الوسائل يكمموا الأفواه هاي. وبصراحة أنا أبشرهم أنهم لم ينجحوا بالماضي ولن ينجحوا في المستقبل، ولن أتوقف حتى إلا إذا توقفت نبضات قلبي. يعني فشان هيك يعني يكون عندهم علم للي ما له علم. وأتمنى من أصدقائنا دعم البرنامج، شير، لايك،
والاشتراك بالقناة حتى نقدر يعني نرجع مثل أول. يعني ما بعرف كم مرة بدي أقول نرجع مثل أول، دائما نحن مثل أول. على كل حال أتمنى من الأصدقاء دعم لمزيد من القوة. طيب في ماريا عم تقول اسألك، اسألك هي جماد وليس لديها عقل لتتحرك من ذاتها. ماريا انا ما فهمت بصراحة، اسألك هي جماد وليس لديها عقل لتتحرك من ذاتها. انا بصراحة ما فهمت شو قصدك، يعني يا ريت يا ريت يا ريت عيد السؤال اختي ماريا لانه مو واضح السؤال. اتمنى تعيدي تكتبي السؤال لنا بس حتى نقدر بس استوعب السؤال. يعني طيب عم في اخ علاء اظن عم بيقول ليه ما في شبيه للانسان بذكائه، فقط الانسان هو اللي تطور. اخوي علاء هو فكرتك غلط، يعني اكيد في شبيه. يعني حاليا ليس الانسان هو الوحيد الذكي، يعني هو اذكى المخلوق الكائنات اكيد، يعني وصل لمرحله الذكاء. بس في تشمبانزي ذكي، في غوريلا ذكي، في الدلفين ذكي، في الفيل ذكي. يعني في الدلفين كثير ذكي، يعني اذا تقارنه بالانسان في مرحله ذكاء يعني جيده. اما كشبيه للانسان طبعا صار في انسان الانترتين الانترتين whatever التسمية، ولكن أنواع من الإنسان ما كان إنسان أنا وأنت فقط يعني، ولكن قرض من شي 30-40 ألف سنة. يعني كان إنسان ذكي ولكن ليس ذكي بالشكل الكافي يخليه يتأقلم مع الحياة كإنسان كبشر. فمسألة الذكاء، مسألة تطور الذكاء لا تقف عندي وعندك كبشر، نحن أنا وأنت يعني. يعني في الشمبانزي الذكي، يعني انا مثلا مساله انه يفتح علبه او شغله، خلينا نقول مثلا مثل هي، يعني الشمبانزي مثلا بيقدر يفتح، بفكر انه يفتح هالقطعه هي يشيل منها ويحطها، بيفكر الشمبانزي بيفكر، وهي مرحله من مراحل الذكاء. بس الإنسان تطور أكثر ذكاء، أنه حتى وصل للمرحلة هاي اللي أنا وأنت فيها. ومع ذلك كان في أشباه بشر كمان من القرود، الفصيلة الكبرى من القرود وصل لمرحلة أنه يفكر مثل البشر، ولكن كجسم وتفكير ما قدر يكمل مع الطبيعة فانقرض. فأظن مسألة الذكاء ما هي عند الإنسان فقط يعني. على كل حال وصلنا لنهاية حلقتنا أظن. نايندرتال، أوكي نايندرتال أبو الحكم، شكراً أبو الحكم، إنسان النايندرتال يعني هذا كمان وصل مرحلة ذكية. وأظن في أنواع أخرى كان من البشر، يعني أشباه البشر خلينا نقول، وصل لمرحلة انه في ذكاء ولكن ما قدر يكمل، ونحن البشر كملنا. فمسألة الذكاء هي بتتم مسألة عامة وليست مسألة خاصة في الإنسان. وكل الحيوانات أذكياء ولكن بقدر ما، لكن حجم دماغ الإنسان هو اللي كبر أكثر. يعني حجم دماغ مثلا دماغ الكلب، خلينا نقول القرود، من القرود الشمبانزي يعني البالغ تفكيره قد تفكير طفل 4-5 سنين يعني. فموجود ذكاء، ولكن الصدفة والطبيعة والضرورة وصلت انه
الإنسان وصل لمرحلة الحجم الدماغ الكبير لهالمرحلة. على كل حال أشكركم أصدقائي جزيل الشكر لكل الأصدقاء اللي شاركونا بالحلقة، وأتمنى لكم أوقات سعيدة مثل ما بقولوا، وأتمنى الأخوة الملحدين اللي حبايبنا اللي مفكرين حالهم كل الناس لازم تكون مثلهم شوي مثل ما بقولوا طولوا بالهم، يعني take it easy مثل ما بقولوا. لازم نفهم نحن ليش طالعين عم نحكي، نحن ليش عم نفكر تفكير علمي، هل مشان نخلي الناس كلها تفكر مثلنا ولا مشان نخلي الناس تعيش بسلام؟ هل نحن بدنا نوحد الصفوف مثل ما بقولوا ونجعل المجتمع كله بلون قميص واحد وشكل واحد، ولا نحن بدنا يعم السلام بين الناس؟ على فكرة إذا سويت كل الناس بشكل واحد وقميص واحد ممكن يعم السلام، ولكن هل ترى السلام بلون قوس قزح أفضل ولا بلون أسود أو أبيض واحد أفضل؟ فخلونا نفكر سوا أصدقائي، والهيك مثل ما بقولوا العدوانية الغير مناسبة نكبها شوي على طرف، ونفهم نحن شو بدنا. نحن بدنا السلام، بدنا نعيش مع البشر كبشر مهما كان فكرهم، ولكن بدون أي حروب، بدون أي ظلم، لأن كان لحقوق مرأة، لحقوق الإنسان، لحقوق الطفل، لكل المسائل هي اللي بنعرفها اللي عم ندافع عنها، واللي هي سبب خروجنا على هالثقافة هاي. يعني أنا متأكد لو أنا مولود بأوروبا كأوروبي وملحد، صدقوني أنا لم أكن لأعمل برنامج الجهر بالإلحاد ولا شيء من القبيل، كنت أتفرغ لأشعاري وانتهت الحكاية، وأكتب للمرأة وأتغزل بالمرأة، وأنا حبي أن أتغزل بالمرأة فقط يعني، وليس أنه أي أشعار من نوع آخر يعني. ولكن للأسف الشديد أنا سوري وثقافتي إسلامية إلى بعض الحدود اللي خربت لنا بيتنا، واللي يلاحقون اللي يقتلوني إلى الآن ويهكروا لي كل نهار قناة وعلى هذا مثله. فمشان هيك يعني أنا خرجت، ولذلك طيب على كل حال مكي موسى أنا رح أقرأ سؤالك ونجاوب عليه ونختم الحلقة. عم بيقول مكي موسى أنا سمعت أن الطبيعة اختارت في الإنسان أن تطور جينات عقله، والدليل عقل اليوم أكثر تطور من عقل الأمس، ما رأيك بهذا الكلام؟ وهو الطبيعة لا تختار، يعني مش كيف تختار الإنسان، الإنسان تأقلم مع الطبيعة. أنا هذا رأيي، يعني أكيد عقل الإنسان الأمس ليس كاليوم، هو في تطور، ولكن لأن الطبيعة مو اختارت البشر مثلا، يعني أنواع القرود كثيرة، أنواع القرود كثيرة، من البابون للغوريلا للشمبانزي للإنسان لبلا بلا، كثير أنواع من القرود، ولكن الإنسان ذاته هو اللي قدر يتأقلم مع الطبيعة فتطور، هي القصة يعني، وليست لأنه اختارت الطبيعة، اختارت الطبيعة ليس لها وجدان أو هيكل أو شيء حتى تختار هل الكائن هذا بحد ذاته أو هالجينات بحد ذاته تتطور. الجين هو وظيفته بهالحياة أنه بس يتكاثر وليس يتطور إلى حياة ذكية، ما هي وظيفته، ما هو هدف الحياة أنه يتطور لحياة ذكية. ولكن الصنف القرود، في صنف من هالقرود هذول هو الإنسان، تأقلم مع البيئة اللي حواليه، يعني لو لم كان حاصل جفاف مثلا بشرق أفريقيا من عبر الزمن، وقت الإنسان اطلع
اضطر انه ينزل ويمشي على قدمين، هي من كم مليون سنة يعني، لو بقينا غابات الظروف المناخية ما تطورت ما صار جفاف، كان الإنسان لازال على أغصان الشجر. قلت ميادة حناوي طول الليل على أغصان الشجر وأنا بغني لك. فالظروف الطبيعية المناخ هو اللي أثر في تحول هالكائن هذا الموجود في منطقة معينة أنه يضطر يمشي على قدمه، وبالتالي يضطر يستعمل دماغه تكبر أكثر حتى يقدر يتأقلم مع الطبيعة. هاي قصة البشر يعني. على كل حال أشكركم أصدقائي جزيل الشكر، وما أوصيكم شير ولايك والاشتراك بالقناة، وأتمنى من أصدقائي يساعدونا في نشر القناة وتوصيل القناة للأصدقاء المشتركين كانوا يرجعوا يشتركوا فيها كان يصلون كل جديد. ومن الأسبوع القادم مثل ما قلنا رح يوم الاثنين رح نبدأ بنسخة الإنجليزية في جهر بالإلحاد. طبعا بكرة في عنا حلقة مع نبينا سامي الذيب يوم السبت، ويوم الأحد في عندي حلقة مع الأخ حبيبنا أحمد دنانة السائر المصري الملحد المصري أحمد دنانة، والتنين رح نبدأ بالنسخة الإنجليزية ونبدأ بحلقاتنا كما كانت في الماضي. فأتمنى الاشتراك بالقناة وأتمنى دعمكم، وأشوفكم بخير، أشوفكم بكرة. إلى اللقاء.